اشوف هجري سمت على الشيب الفلاحي ولدها تبغى هي طلع مثل زايد ولا بال راح نعطي العرض هذه ما تركب والله ما تركب حتى العجوز اللي ورا شط بغداد سمت على الشيب الفلاحي ولدها تبغى هي طلع مثل زايد ولا بال يا ولد اسمع يا ربع اسمعي مكسور الله يا وصلك الله يوفقك يا ولد يا ولد دق على مسلم يا ولد تكفى يا ابو لبن ماجد سايق وماني مع الركاب واخوف الروحة واخوف الجيار عندي شيلة إذا تسمحون لي شيلة الله يعين الله يعين ما شاء الله عليك يا بداية الجميلة تابعنا يحبك يا بداية اسمع أبواكم بس تقول عاد الهواء عاد تعرفون يلا عاد الهواء عاد الحبيب الأول عاد هذه عندكم عاد الحبيب الأول أنا بغني الهوى عاد عاد الحبيب الأول عاد الهوى عاد عاد الحبيب الأول عاد الهوى عاد عاد الحبيب أنا من أجل واحد تجنبت العرب وبقيت وحدي حبيت التباعد ولا فكرت قط وش عاد بعدي عطيت قسم زايد وغيره يقبل الزايد إذا زاد عاد الهوى عاد الحبيب الأول عاد شكرا لك شكرا لك شكرا لك خليها بكره بكره بروفات بعد الساعه 2 نسويها بكره نظبطها ما في مجال بكره بنخش خشه جديده خش صفين عرضه شيء بندر عن بندر عندك اعطنا شيء يلا الله عاد الهوى عاد شيله تحرك مجرى الدم عندي بندر والله ما احب انقل علوم بس يقول لك يا اخي اقسم بالله العظيم ما له داعي انت قلدني والله ما احب الفتنه والله العظيم لكن الصدق والله اني ما احب الفتنه مشيها ها والله هذو كذاب دام تمشي ماشي يا دام تمشي معجب اجلس قال معجب دام تمشي ماشي والله بندر تحمل بندر تحمل طيب بندر بندر يلا يلا اعطونا شيء ارم دير سرم يجد شيري قول رو 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 يري قول رو 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 يا هرم امسر من بردها يلبرسان بلي الله جك ما سقل جمس بها هرم بشمدان قلدم كتشكره دنيا يكتم بنكره كرل دم سام بنكره هرم هرم امسر من بردها هرم امسر من بردها يلبرسان بلي الله
حرمام سرمان بردها حرمام اسمعك فزاع تكفى يا فزاع انا أيوه. انا رفيجنا ذاك اي رفيجنا اللي لا لا رفيجنا حسن يا انا اعطيت نظره شفته ما فيها انت والله ما تدري وين حاد انا مدري انا عارف يعني قال لي انا جار صيد المزميد يا انقلب والله نبتدي انه ما نجيب غير تروح بين بين اسمار بين ايوه بمشي بين كون اي والله كذاب والله ابي اي والله جيكو زار بازار شرطه الديانه هذا شيء ما شاء الله السلام عليكم غير تروح بين كارداش اي والله كارداش لا 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 عيب منو 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 سالفة ايه سالفة من السنين قبل في 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 ما بسكت بسكت بس في سن في سن من في سنك يوم كان رجال في سنك قد كان يقول كيف كان طائش الله يا الله لا يسامح على القد وعصابة صف الرجال الشقر ديا صف الرجال الشقر ديا صف 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 معليش صفي صفي الرجال الشقردية صفي الرجال الشقردية نبيك للنهج عزاز صفي الرجال الشقردية صفي الرجال الشقردية صفي صفي الرجال الشقردية صفي الرجال الشقردية نبي على القلب وعصابه صفر رجال عطوه ما شاء الله عليه هاي الساعة حطنا فيك ذيك الأغنية حقت أنا وأنت ماجد الأغنية حقت أنا وأنت تكفى أي شيء طلب حط فنص فنص شو فنص والله اشتقت لها أقسم بالله دق امسك دق فيك امسك هنا حط اسمع اسمع والله يمسك شوري محمد نبيه انت عرض المزايا بميعاده والجوايز يوم جينا خلينا بشرى حلي على الموت والغاده شاهد العشوان بالخد لا تيه رقصة يا حق انا وزمان قبل عام من ذيك السنين خلي يا اخوان الجلسه غير منظمه نعم. ابدا لازم ننظم الجلسه نغني ان 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 تاخذون يمين ايوه ونكون لكم مشاهدين صحيح ونغني الذي ما يعد فايده لا تعده راس مال الذي ما يعد فايده ابو عمره قايلها ولا يصغر من قالها اباكم على الله والله اني طالع فيك ادري كنت اقدها عزتي اخلاقي رغم التسائل جرح في اعماقي بندر انا
حلقت وحدي عاليا تتحاصر الآفاق عن آفاقي تالله لم أهبط وكنت أراهم يتقاسمون غنائم الإخفاق فرموا سهاما طائشات إنما لم أرمي إلا نظرة الإشفاق لم أرمي إلا نظرة الإشفاق يا سلام هذه قصيدة بسكر دحام كيف؟ أنا عندي قصيدة دحام بن عبد الرحمن ضحك دحام بن عبد الرحمن ضحكت على أيامكم وأيام أسد قال ميدي قول قصيدة واحدة في العصر وواحدة في الليل وأنا على إن شاء الله بإذن الله علاج ها وأنا بإذن الله لحد معك عبرة ولا تعبان لا والله كتمة مع شي عبرة إن القصيدة اللي تسمعونها عظيمة كلها أنا مجهز بناديل أنا يطلع عمر سلامتها بس قلت لي آخر الليل أنت فهقت على طول أول ما جلي آخر الليل نو أنا يطلع عمر السلام يمكنكم ما عرفتوا نصكم يعرف إني لاعب كورة موهوب ونصكم يعرف إني شاعر ومنشد هابشركم إني راوي ذا الليل وشاعر الثنتي إني داري والله إني داري قبلك أنا عندي الشعر والرواه سبحان الله يجري في جسم مثل مجرى الدم في الجسد الله صح مثل مجرى الدم في الثوب بسم الله الرحمن الرحيم أنا يطلع عمر السلامة مشيت مع واحد من أخويانا قال لها ابن 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 محمد ابن محمد المهم نهبد انا وياه طول عمر السلامه يوم 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 رحنا للدنيا خضراء فين تمشى للدنيا خضراء على مد ايدك مد ايدك مد ايدك مد ايدك على مد نظر على مد نظرك يا طول عمر السلامه المهم يا طول عمر السلامه قال ايش 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 بتكتفي ذا الجو الهايل قلت يا جمال الخوه الوافيه يا ابن محمد أنا يا جمال الخوة الوافية يا ابن محمد يا جمال الشيء الخضر الله يسلم يا أبو قلب أخضر إن بغيت الطيب والجود والكرم تعال عندي وابشر وكل برتكال يا سلام هذا ما عندك نبدأ خلاص أرقد أسري الله يسلم عليك إن كان بغيت الطيب والكرم والجود اقعد عندي وكل برتقال يا اخي وكل اقعد عندي وكل برتقال لا تناظرني بعين لا تناظرني بعين لا 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 تقول لي انت بس تكفي نظرتين لا تسافر قبل ما اشوفك او دقايق قبل مربوط ثلاث مرات السفر عن نجمك راعني ما دمت لي راعني ما دمت لي لا تسأل هلا 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 بعدكم قصيدة ولحن وأول بيت قصيدة خلاص لا أقول قصيدة كاملة بعدين لحن وأول بيت قصيدة قصيدة كم قصيدة كم قصيدة واحدة انتي قدي واحدة قدي واحدة يقول في الصدر كية وفي قلبي مية كية والنوم لمرني راح وتعداني أجامل الوقت وأخلاقي تجارية والوقت طرق وحرم لي تحداني ما يدري إني عنيد انكبرت الهية راسي على معاند الصعبات طرباني
أشرب فناجيل وقتي شرب الريه قند الراس والعن كل شيطاني كبر هاللي يعلم بخافي النية لطوع الوقت لإن كان الله أحياني ما دام راسي بخير ولا طف ضيه يا وقت لنطع شوري لا تحداني أحيانا جملك من باب الشهامية والظاهر إني أعلم جملك غلطان لا يا طايره 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 لو عودت للمسار الليلة بنكبره والليلة بنصابره الطايره والله كم وعدتونا في الجلسه ساعه ونص ولا نص ساعه لا ساعه ونص اليوم ايه لا هافا يلا ماشي على النازل يلا عطنا اغنيه وش عطنا ايش اسمها يا جماعه ضلوا لبسوها صفايح يدهن القلب الاكشر ما يدهن لا رسم صوت من اللي يعرفها يا جماعه بكره الليله والله ما فيني حيل اسلم يا جماعه كيف ماضيكم احميه كيف صيه الله تسمعونا تسمع يا علي بدك على ربع النيه من بغادر بكره صدق عندي دفتر جديد سمعناها البارحه جديد من طريق ارهق ابصر بندر غن حزينه ذيك اللي نبكي كلها اي شيء حزين اي شيء فيه ابغى ابكي 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 وادخل بها تكفى يا بندر خلص من حقوق الانسان تكفى اصبر تكفى يا بندر شربي لا جاني من الحب ما جاني جاني من الحب ما جاني يا لا 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 يا لا 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 جاني من الحب ما جاني سبعة زي بعض الناس يكتب قصيدك وانا سهران هو كاتبها سبعة كذابي ها فندق يلي عشان ما كان خطيه يلي على لا 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 يلي على لا 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 نفسها كزي تبين لي يرد لي على حالة وانا على حالي يلي على شان ما كزي تبين لي يرد لي على حالة وانا على بذي رجلي على الكل والكسر بالغرب الأول وتالي ليه يشرح الشلال يترجم عليك كذا بس بشارات طير غن طير يا طيارة شوف كيف يطير ملا يا هلا هذا بصدرة الرادي بصنا من قبل الحلم وانت من قدرة الله يا 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 الله يا
سمعته البارحه تسمعته اليوم واللي قبله مشن الليله واللي قبله ومن قبل الحلم. انا قاعد احسن السمعه الحين. خلاص دعوا الله وبركاته. لراكم يا اخوي بس ما نبي من الحين. ايش رايكم؟ كلنا نحبكم يا زين عزلنا. مروا عليه ما نساه. اللي يعرف راعيه ولا ما يعرفه. وخلوها على الطاير عشان عندهم كذي خلاص من اللي بيمسك السالفه هم بيسردون اخرت بنقولها بيت بيت واحد بس اي بس بيت ولا يقول بيت كلمه ثانيه ابي بيت مر عليك تعرف وش معنى مر عليك بيت سمعته ولا نسيته نبدا من عندك لا 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 من عندك من من لا 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 من عندك من يمينك ولا من شمالك يا اخي يلا ابدا من اللي تبي انا بعطيكم البيت على خاطري في بيت سمعته ولا نسيته الى يومك وكل فترة يجيني بيتي يسكع على اللي قبله في بيتي يقول يا مرحبا باللي اللي غاب عنا غابت مراجلنا وحنا رياجين يا ولد يا ولد أنا بدري كيف طرت الفكرة في رأسي ايش رأيكم فيها هو شيء اي سو سو خذ وقت معك أنا قاعد والله متعرض للنقد خلاص عاد مشى يا يا مشى وارجع لا ولا حلو مش وارجع القصيد لا قلنا بيت على طول ايه بيت بسرعه يلا خلاص انا بعطيك بيت انا بعطيك بيت الثرفي اصبر دقيقه قلنا عندك قدوم لا تجاوز انت لا اسلم تكرش من اكرشك اسلم تخبر محمد العواد تكرش من انا اللي الله يستر عليك اسلم بيت يقول أنا كل ما دعيت الله يجيبك زدتني ببعاد رح الله لا يردك يمكن الدعوات مقلوبة الله أفضل بيت يعني قول يا صاحبي اللي علشانك تحديت الظروف اسمع كلامي زين وافهم وايش أقوله من فمي ما هو بنا اللي تترك بين الخناجر والسيوف تمص دمه بين خلق الله يا مصة صدمي أنا بدوي ما سكن في الوقت مسكان الضعوف أتبع هوى بالي وسير عندودي واغنمي ما هو بنا أسلم يقول لو كل كلمة هل يجتنا طردناها الله فأنا الثمينها بشعر ما يخالف الله يا الله أني طالبك طاعتك ورضاك وعلما اللي ذكرها الخير نكر الله كل العطور سينتهي مفعولها ويدوم إطر مكارم الأخلاق الله أكبر عليك لكن مثل النخل ما يجيب إلا ثمر لا يجيب ما يزرع لي لان ولا حسب الله عليك السلام غصبا على ابن عمك وخشمه نعطيه حقك وانت نعطيك حقك تجيب لي القدحة في بيت في بيت مر مر وشرب وكلام معي كيف؟ لا ودنا بالطيب مير الزمن جا حاطي ودنا نحن طيب غير الزمن ما عطانا من جا هذا الشطر ذا كل ما تخلص مع البيت الثاني كل ما تخلص مع الناس كان كنت تغش من هي لابي لابن سعد بن جد لا الله يرحمه انا والله عندي بيتين اشوف ابي اركز بالنسبه لي انها فنان عناد الشيبان يقول بيني وبين اهل الدول الشعبي تخالف واندماج بيني وبين أهل الدول الشعبي تخالف واندماج عقد حبال المشكلة وارجع وفل إحبالها يلي تقول الحبة السوداء يجي فيها علاج أنا تراني ما ذبحني غير حبة خالها سلام دالت السلام مصيبة وانت مصيبة ودوية ضدار بن قضعان هو بيت دائما كره كيف أتوبك أجمل ذنوبي ووقف عند حدي وان ذب لا غفرها الله ولا يعني توبة يا سلام جهزوا 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 عندي بيت الجدي علي تعيد الله يرحمه يقول والصوت لو وصل الجبال اللي الهاض له حجاره ردت صدى كان هات هرجني وانا هرجته يا سلام يا سلام اسلم يا بنيا دحام روح روح والله البيت اللي اكرر دحام ها ما هو مناسب دورنا غير كنا شو مو من طرف سديد يلا خذ العيال اجي اجي ما على تسولف كم صدق يلا اللي قبل شوي وانت يا علي عطنا بيت برجع اذا بلغ الفطام لنا صبيا تذكر له الجبابر ساجدين يا سلام اسلم يا محمد انا اتوقع هذا بجهز تجاوز تجاوز يقول كان شغموما حق من جدنا البيت يقول كان شغموما ما ادري ايش قال اتغانا مشبت النار قدام اخويا يا سلام يوسف الشاص سلام ولا مقطوع الورد يا محمد من اذكر بيت سفر اللي يقول لو اجيها مراك يا الحاكم حلفني على المحل اي حق خويه وش شنو هو؟ الرفيق اللي الا الظاهر الرفيق اللي محله الرفيق اللي مقامي لا ما هو الا 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 الرفيق اللي مقامي من مقامه لا الرفيق اللي شو يقول محله اي لو يجي لو اجيها مراك يا الحاكم حلفني على المحل بس بس نسيت الشطر الاول والله نسيت ولا بيت بيت عندك محمد اتوقع انها لسعد علوش انسان ما خاب ظني اللي يقول
حاول تخلي جلستك عند العرب ركعة وتر خفيف تنتقضي لزوم كذا صليتها، وحاول تخلي كلمتك عند العرب ليلة قدر، كل اللي يدورها ولا يدري متى توقيتها، وحاول تخلي كلمتك وقت تلعته برشة عطر يفطل لها المخطي ولا تندم إذا رشيت. أتوقع أنها سعد علوش. أسلم عادي بيت بيتين شاب أسلم يا دحام. والله إني احترت واجد جتني فصحى وذي، لكن ذكرتني بعناد عناد الشيباني. عناد مصيبة مصيبة بحر. يقول المساجد في عيون اللي ترك شهواته أكسجين الراحة العظمى وباب الجنة، ما غبطت إلا كبير السن في خطواته، يوم يسبقني على المسجد ولا يسبقني أسبق منه. بس الله صيب على في شاعر إني ريجي له ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا إذا أنا ما أفقه في الشعر أبقول إنه شاعر ولا عليه كلام. يقول في قلبي، يقول بالصدر كية وفي قلبي بيت كية. يقول بالصدر دحام يقول في الصدر كية وفي قلبي ميت كية. أيه. والنوم لا مرني راح وتعداني. أجا من الوقت وأخلاقي تجارية والوقت طلق وحرم تعداني. اسمعوني، ما دام الرجل هذا شهادري، اسمع، ما دام الرجل هذا شهادري له قصيدة كاملة يشيلها بصوته. هاي. اما بالنسبه ما يقول المرض خاله بده يقول انه متعدد. هذا يقول ما بعد قفل اخر واحد هذا هو من شاعرها والله ما ادري من، هذا يقول لعل ما بيني وبينه مواصيل. لا لا تفضل تفضل لعل ما بيني وبينه مواصيل اللي على طرف دار العلوم يتلهب اللي عزمته وانت عندك رياجي سنك تحاضرك سلاح المزاح. اي البدر يا الحربي بعض العرب الهارج مثل الاذاعه ومع كل مجموعه مسجل تواجد تواجد من كثر ما ينقلع لهم الجماعه حياتك تشكل نداني واجد. تصور فيني ايش تصور فيني تناظر فيني رجال تناظر فيني انا حق ذي والله مدني كبار الهرج لا كنز ولا شعر حظ ونصيب كم شيء يا ولد ناظروا فيني يا ولد ايش علمهم الاثنين دول اسمع يا الربع خلوه يقول المرجي لا كنز ولا شعر حظ ونصيب كم شاعر داهية والمرجي لا طافته. يا سلام وجينا من دون سمعتنا تبير نكرم ونعطي من عطايا ربنا نطيب ونحب الرجال الطيبين ونحب الطيبين شكرا لي زينة اما اللي قطعنا اللي يجمعون فيها عندنا قصيدة للشاعر شو اسمه محمود بن وهقة اسلم مستعجل كانك انا راعيك يا سمحه وانا راعيك يا ظبيان وسمحه تروي حلوق النجامه يوم تحلبها عمانيين حبا الارض والسلطان ثلاث طفلنا يترك حليب امه يشربها. الله يطول عمرك والله جلستنا لوحده والله يا ابو حجر الله يطول عمرك والله تجي خلينا تعال والله غير والله تجي والله غير تجي تعال ما غني اسلم يا مساعد يكفيكم الثلاث فيها يا طول عمر السلامة الشاعر تركي بن غصاب القريش الله يطول عمرك اوه مصيبة ذا تركي بن غصاب القريش حفظت له قصيدة يقول أنا ماني بحافظها كلها ولكن حافظ منها بيتين أو بيت يقول تذبحوني والله ما أنتم بذابحيني والله وتالله وبالله لا والله وبالله وتالله والله ومن الله وبالله وتالله أني من أني من أي خدمة يا رجع عطني البيت والله أنا نزيده والله ومن الله وبالله وتالله أني من أطيب من الطيب والطيبين يا سلام هي اي والله انا والله يرجع انا علمتكم هذه المشكله فيني من 76 سنه يرجع هذه المشكله لما احافظها لما كنت بقيها راحت علمي كل ابوها يقول الشاعر الكبير تركي بن غصاب القريش يقول بتذبحوني والله ما انتم ذابحيني والله ومان الله وتالله وبالله نحن اطيب من الطيب والطيبين. يا سلام بصر انا اشوف بيتين علي بن نايف الغامدي ولك طارد بس البيتين جت فيها خطا عشان ما تاخذ على لا هو قال يا الربع ما ادري ايش قال قولوا لا اله الا الله بتذبحوني ما انتم ذابحيني والله ومان الله وبالله وتالله واقولها وانا من الصادقين انما نرضي باللي ما يرضي الله لو باللي ما يرضيه راح فيها لين قال واذا ما حن بالطيب وصله ومرباه
حنا طيب من الطيب يا سلام. ايوه انا هذه اللي في عقلي. انا نايف والله نسيت الشطر الاول بس يقول كل الناس وجهك هالراجة ولو ترخي السمع كل الناس هالراجة وان جاك واحد مسوي فاهم الدنيا حاول تصير انت ما تفهم ولا حاجه. يا سلام يا سلام. يقول منح وشعطي الله يغفر له ويرحمه ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا من اتعطى ايش واحد واحد ذا ايش انت تشرن علي والله يا سلام خذ ردها تغبر ام دخل في ملعب انا عندي قصيده الربع انا الحمد لله كل شهرين ثلاثه اروح لمكه عاد تبديني والله يجعلها عادة ان شاء الله ما تنقطع لكني اقول على قلبي احزن على قلبي احزن لمني ذكرت العام اشوف القداوة الزين والشيم مستويه هذا الواقع عمره وعرض على الهوهام على الهاجس اللي في طريقه خذا دويه وانا كاظم من غيظي وقد في الخفوق اورام وقد في العيون دموع والكبد مشتويه غدا دون حقواتي عقارب وناب انسام ومن بعدها جرفن ومن دونها هويه لا يا وجودي وجد من لنسدح ما نام معاناه تهبضيق وتحناج محتويه ولا واهنيه اللي تعلى وريشه تام ليطال مشواره تمتع على طويه حلاله يا جيب جديد وعاده خام وبشرك منهجه حلاله يا جيب جديد حلاله يا جيب جديد وعاده خام ليدست بنزينه تعافيته من كويه على ام القرى سكته وانا لابس النحرام ابي درب مكه لو ملاويه ملتويه وسير على الاصحاب وصل صله الارحام ودوس القفر واجول والقاع مرتويه هذا علمي اللي ما كنيته ورس اقلام عسى الدرب قدامي لا لفه ولا لويه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يقول معناك سود يقول ام العيون اللي هدبها بلا جيك والباقي من اوصافها مرد يمر هالمستعجل والله اكبر الله اكبر بس خلاص 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 الاذان قطع كل شيء الله اكبر كل شيء انا توقعت ان اختامها عمره لعل اخيره يا ابو نيا خير اخيره اخيره الاذان ايه لا 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 يمر هالمستعجل يضرب بريك ينسى مواعيده يرقب وعدها يا ليتها الله أكبر.